يسعدني أن نحتفل اليوم بالذكرى 93 لليوم الوطني، ويسرني باسمي ونيابة عن منسوبي الغرفة وقطاع الأعمال بالرياض أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية التي نستذكر فيها البطولات والتضحيات التي سطرها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لتوحيد الوطن وبناء الدولة.